السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأخ عبد الرحمن دكير في قناة دكير إنجليش. درس اليوم رقم 12، كيفية نطق النطق أدوبتيف أدوبتيف أدوبتيف. دونك أدوبتيف، شفنا أدوبتيد أدابشن، دابا أدابتيف. أدابتيف هو واحد الأدجيكتيف، يعني واحد الحال تيوصفنا واحد الاسم اللي تيكون دائما قبل الاسم، تيكون إلا قبل الاسم. مثال: they find adoptive parents feed them. adoptive هو يعني قلنا adopted هو ذاك الإنسان اللي يعني تبناه شي واحد، و adoptive هما الناس اللي تبنوه، العائلة اللي تبنوه هما adoptive. هنايا بحال هنا they find adoptive parents feed them، تلقى بأن الأسرة العائلة اللي تبناتو تطعمهم، تطعم دوك هنا الطيور. كاين واحد النوع ديال الطيور درناه في القصص بأن عجيب، واحد النوع ديال الطيور ما تيديرش العش، ومنين تيفرخ تيدير الاولاد تيديرهم في واحد العش ديال واحد الطيور اخرى، تيحط دوك الوليدات في عش ديال طيور اخرى وتزيد هذوك منين تيتزادوا اش يلقاو؟ تلقاو هذوك الطيور تيكون بز منهم بانهم ادوبتيف بيرنتس، يعني تيعرفوا بان ذاك النوع الطيور تيحضن دوك ذاك النوع ديال الطيور، يعني تلقى راسه بأنه ولا يعني آباء، يعني رغم عن النفس ديالو. هنا adaptive يعني هذا هو، يعني أنا تعمدت ندير adapted adaption و adaptive adaptive. دونك adapted هي يعني الابن أو شي واحد اللي يعني تبناه شي واحد، وادابتيف هما الاباء اللي قاموا بالتبني، اللي قام بالتبني تولي ادابتيف. وادابشن هو النون. دونك هنا they find adaptive parents feed them، هاد الاطفال ديال الطيور ملي تيتزادوا تيحلوا عينيهم في واحد الاباء اللي هاد الاباء تبنوهم، تلقاوهم تيطعموهم. دونك هذا هو سميتو الجميل في اللغة، هو جوج ديال الادجكتيف ادابتيف و ادابتد. و ادابتد يعني داك الابن او الطفل اللي تبناه شي واحد، و ادابتيف هو اللي قام بعملية التبني. هذا هو درس اليوم، إلى أن نلتقي في مصطلح آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.